فقرتنا النهارده هي فقره خاصه بالتغذيه الصحيحه تحديدا لمرضى السكر، لان في اول ايام شهر رمضان المبارك دايما بيكون في نوع من انواع التخوف عند مرضى السكر اللي دايما بيسالوا عن الاكل المناسب، عن الاكل اللي يقدروا اللي هم ياكلوه اثناء فتره الصيام علشان يكون الصيام بالنسبه لهم هو صيام امن، صيام يقدروا من خلاله اللي هم يحافظوا على صحتهم كمان يا تومان. ده بكل تاكيد يا احمد، خاصه انه مرض السكر او السكري زي ما متعارف عليه الحقيقه هو مرتبط بشكل وثيق ومباشر بالأكل وطريقة الغذاء. عشان كده النهاردة هنحاول نجاوب على أسئلة كتير جدا ممكن توصلنا لطريق آمن في التعامل مع مرض السكر خلال شهر رمضان. الأسئلة دي هتجاوبنا عليها النهاردة دكتور منى عبد المطلب، استشاري البطنة ورئيس وحدة التغذية بمعهد السكر. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور. أهلا، كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم. صحة والسلامة، رمضان كريم. الله أكرم. يعني دكتور خلينا نبتدي كده في الأول، هل في بعض مرضى السكر ممنوع لهم يصوموا في رمضان؟ هو فعلا في عندنا توصيات كده عالميه، ودي بتتعمل يعني مع الراي الديني، يعني دي عندنا طبعا في مصر الاثوريتي وهم اتجمعوا كده الراي الديني والطبي مع بعض وحطوا حاجه اسمها ريسك سكور او ستراتيفيكيشن او يعني تصنيف لمرضى السكر، مين فيهم يقدر يصوم ومين يعني مستوى الخطوره عنده متوسط شويه ومين ما يقدرش يصوم خالص. فالريسك سكور ده احنا كأطباء لازم بنقابل مريض سكر قبل رمضان علشان نعمله أسسمنت أو تقييم، يعني نعرف الأول هو مريض سكر أنهي نوع، نوع أول ولا نوع تاني، بياخد إنسولين ولا بياخد أدوية بالفم فقط، هل حصل عنده أي مضاعفات للسكر قبل كده ولا لأ، ارتباطه بأمراض قلب أو أي أمراض مزمنة مع السكر. كل ده بنجمعه ونحطه بقى في معدل الخطورة المناسب ليه. طبعا معدل الخطورة بيبقى أعلى بكتير لو حصل لا قدر الله جلطات قبل كده في القلب، لو حصل انخفاضات كتيرة قبل كده في السكر، لو بناخد انسولين بانتظام او احنا مرضى سكر نوع اول، كل ده بيبقى طبعا معدل خطورة عالي جدا عندهم ان هم يصوموا، يعني الافضل كتير ان هم ما يصوموش. بس فيعني الترتيبة بتاعت العيان دي لازم، يعني نصيحتي دايما انه مريض سكر يروح لدكتور بتاعه قبل رمضان، يتابع قبل رمضان الاول شكرا. يعمل تقييم عشان يقدر يعرف هو هيصوم او لو هيصوم يمشي بنظام ازاي. طيب دكتور، في بعض مرضى السكر بيبقى دايما عندهم يعني خلينا نقول شكوى انه احنا طريقة اكلنا بتكون مختلفة، احنا ما بنقدرش نتبسط بالاكل، احنا نفسنا ناكل زي ما الناس بتاكل عادي. ولكن على الجانب الاخر على فكره هو اعتقد برضه صححيه لو انا غلطانه انه طريقه او الطريقه اللي انتوا بتنصحوا بيها مرضى السكر ان هم طريقه الغذاء بتبقى شبيهه بطريقه التغذيه السليمه اللي احنا اصلا عاده المفروض نمشي عليها، مظبوط الكلام ده؟ ده مظبوط جدا. يعني التوصيات العالميه كلها بتقول انه الطبق بتاع مريض السكر المفروض يبقى زيه زي طبق الشخص العادي، فيما عدا ان احنا بس بنزود كميه الالياف في طبقه. يعني بس ان احنا نص طبقه، يعني الكلمه الوحيده اللي بقولها له انت ممكن تاكل زي اي حد، انما نص الطبق يبقى خضروات ورقيه او سلطه يعني خضرة زي ما بنقول عليها بس، لكن بناكل فاكهه وبناكل خضار وبناكل بروتين وبناكل البان وبنقدر ندخل كمان جزء بسيط من الحلويات بتقنين، يعني فما عندناش اي ريستريكشنز الحقيقه، يعني ما عندناش حاجه تخلي مريض سكر يحس ان هو مختلف عن اللي حواليه، مجرد ان احنا بنعد النشويات بتاعته. صحيح. لو هو بياخد انسولين وكل وحده انسولين بنحط قدامها كميه النشويات اللي هو بيحتاجها حسب جسمه، يعني حسب جسمه وطوله ووزنه، عايز يخس عايز يتخن وهكذا، انما ما فيش اي ريستريكشنز. لاني بزعل قوي لما الاقي مريض سكر جاي يقول لي اصل انا عندي سكر بقى فدكاتره منعوني من ان انا اكل مانجا، من ان اكل مش عارفه موز، ان تمر، الحاجات اللي هي دي. احنا بناكل الحاجات دي كلها. الناس بتوقف النشويات تماما، عيش سكر، عيش رز، مكرونه، بيقطعوا ده تماما، هل ده صح ولا غلط؟ هو طبعا اخر دراسات بتقول ان ده غلط تماما، يعني في انظمه غذاء معتمده حضراتكم اكيد تسمعوا عنها على الدهون بشكل صحيح. اكبر يعني طبعا اخر كلام في العلم قال انه لا، ده بيؤدي الى ارتفاعات في مستوى الدهون الضاره في الدم وبيؤدي الى امراض قلب. خلينا برضو نوضح نقول اسمه للناس عشان تبقى عارفاه عشان ما تتلخبطش، معلش كيتو دايت يا جماعه عشان ده فعلا بيعمل مشاكل كتير جدا. حقيقي. احنا لسه كنا في اخر مؤتمر تغذيه يعني قلتها صراحة كده في المحاضرة انه التوصيات بتقول انه ده اللي هو نسبة الدهون فيه عالية قوي مرتبط ارتباط وثيق بأمراض القلب والشرايين. وبعدين ليه أمنع نفسي من النشويات؟ ده النشويات دي بتعمل حاجة اسمها ايوفوريا، يعني بتحسن المزاج، بتعمل سعادة، ليه أمنع نفسي منها؟ يعني احيانا احنا بندخل لمرحلة السعادة المفرطة،
هي دي بقى اللي احنا عايزين بناكل منها بزياده، احنا عاوزين يعني بنعمل منها دماغ، فاللي هو يعني انا ممكن اكل نشويات بس، فهي دي الفكره. هي دي بقى ازاي بقى نقدر نكنترول على ده. عشان كده قلت لحضرتك ان احنا لازم بس نقنن موضوع الكميات. يعني احنا دكتور ده بيفكرني بطريقه الدايت او الرجيم اللي كانوا زمان بيعملوها. يعني افتكر مثلا في لقاء طبعا الفنانه الجميله صباح شحرور الله يرحمها، كان حد سالها في مره في لقاء انت ازاي محافظه على جسمك وازاي قادره تحافظي على رشاقتك، قالت بمنتهى البساطه انا باكل كل حاجه بس باكل بكميات صغيره وما بتعشاش بالليل، بسيطه خالص ولا بقى بنخترع انواع دايت ولا بنمنع ولا بنقطع زي ما حضرتك قلتي بناكل كل حاجه. ده حقيقي موضوع بسيط جدا، بس هو ينقصنا بقى ان احنا نعرف حته عد النشويات دي، حاجه اسمها كربوهيدرات كاونتنج، هي دي اللي الناس المفروض تقرا عنها شويه او يعني تعرف وحده النشويات دي قد ايه. ما هو انا لما اكل هقعد اوزن يا دكتور، ما هو برده عمرنا ما بنوزن هاكل ولا ما يعني لا لا. هعرف الوحده دي ازاي؟ يعني انا دي حاجه برده معلش من الحاجات اللي يقول لي ايه كل 50 سعر حراري من الرز و 200 جرام بروتين صافي هعملها ازاي؟ اكيد مش همشي بميزان او ادخل حتى مطعم اقول له لو سمحت اوزن لي 100 جرام رز. احنا اقول لحضرتك هي الموضوع ابسط بكتير من كده، وانا بزعل حتى لما حد يقول 50 جرام و100 جرام، لانه فعلا اي حد فينا مش دارس تغذيه مش هيعرف ده معناه ايه، اكل قد ايه عيش ورز ومكرونه يعني. فاحنا عندنا حاجه سهله قوي اسمها اكستشينج للناس او جدول البدايل للناس اللي عندها سكر او ما عندهاش سكر او عندها سمنه وعايزه تخس، اي حد عايز يركز في النشويات بتاعته. جدول اسمه اكستشينج سيستم، ده اللي هو وحده نشويات تساوي ايه، فقال لك انها تساوي ربع رغيف، فانت لو خدت مثلا رغيف كامل يبقى انت خدت 4 وحدات. فانها مثلا تساوي 3 معالق رز، فانت طبق الرز بتاعك كل 3 معالق رز هتحطهم بوحده، 4 معالق مكرونه يعني برده كل 4 معالق مكرونه بوحده. انت بس لو ركزت في العد ده هتعرف انت بتاكل كميات نشويات كبيره ولا صغيره، وخلاص بقى الموضوع عندك هيبقى هتاخد بالك. يعني احنا حتى لما بنركز في عد النشويات بناخد بالنا ان احنا بناكل كتير قوي. صحيح، يعني ممكن ناكل انواع نشويات متعدده في نفس الوجبه، يعني في ناس بتاكل رز وعيش. انا تحيه للمعلقه برضو، يعني 4 معالق رز بتبقى المعلقه برضو يعني مش هنعرف يعني نعرف نتحايل على كل حاجه. ده حقيقي، فهي او نوعيات النشويات كمان ما تبقاش يعني كلها في نفس الوجبه. يعني في حاجه بقى وانا عايزه اقولها للناس دلوقتي، عشان احنا في رمضان وطبعا كلنا بناكل فول وعيش وفي السحور وكده، برضو ناس مش عارفه انه الفول محتواه من النشويات برضو عالي، يعني الفول نفسه فيه 15 جرام، كل معلقه فيه 15 جرام من النشويات. فاحنا لما بناكل فول وعيش احنا كده خدنا مصدرين من النشويات في نفس الوجبه. ده في مرضى السكر اللي انا بتابعه، احنا بنتابع دلوقتي بتكنولوجيا حديثه كده اللي هي بتقيس سكر الدم على مدار ال 24 ساعه. فانا بشوف انه لما بياكل فول وعيش السكر عنده بيعلى جدا في الدم، لانه اخد مصدرين نشويات بكميات كبيره. عشان كده ناخد بالنا اذا هناكل مثلا فول يبقى كميه العيش اللي معاه تبقى قليله، يعني مثلا نص رغيف تقريبا، رغيف الا ربع، يعني حاجات ما تبقاش زياده قوي في النشويات. وما يبقاش بقى معاها مصادر اخرى، ما يبقاش معاها بطاطس وما يبقاش معاها خضروات نشويه. هي دي الفكره، ان احنا بس بنركز انا باخد نشويات في وجبتي قد ايه، اخدها بس ما تبقاش كلها في نفس الوقت عشان ما اعليش سكري، خصوصا لو انا مريض سكر. نعم. طيب اسالوا اهل العلم زي ما يقولوا، انا كنت دايما اعرف ان الفول هو بروتين صافي برضو يعني. هي دي بقى ثابت بتضرب. لا الفول ده اصلا يعني احنا كمان الفول مهم جدا، يعني ده مصدر للبروتين ومصدر للنشويات المعقده الحلوه اللي احنا عايزينها يعني. ودي اكلتنا في مصر ودي حاجه يعني احنا بنعتز بيها قوي. صحيح. بس الفكره انه الكميات زي ما قلت لحضرتك. طيب الحلويات مرضى السكر ياكلوا حلويات ولا لا يا دكتور؟ عارفه يعني انا بحس ان احنا كل سنه في رمضان بنقعد تبقى عندنا نفس المشاكل وبرضه بنسال يمكن حاجه اتغيرت، يمكن العلم لقى يمكن اخر دراسات غيرت الموضوع برضه شويه. انا اقول لحضراتكم على حاجه، انا عندي ازمه في رمضان مش مع المسلمين، مع المسلمين والمسيحيين على فكره. يعني ده عشان الحلويات كلهم بيجوا لنا، اللي عندهم سكر بالذات كلهم بيجوا لنا بارتفاعات في السكر عاليه قوي. ليه؟ احنا مثلا في رمضان مشكله الحلويات والقطايف والكنافه والحاجات دي هي معموله بكميه سكريات بسيطه عاليه قوي، سكريات بسيطه، وانا اقصد كلمه بسيطه دي لانه النشويات المعقده حلوه احنا عايزينها، موجوده في الفاكهه في السلطه يعني في حاجات كتير، انما السكريات البسيطه اللي هو سكر ابيض احنا بنضيفه شربات وبنضيفه حلاوات وكده، هو ده اللي بيعلي سكر جدا جدا. فانا بلاقي المرضى في المستشفى جايين بارتفاعات سكر عاليه جدا نتيجه الحته دي بس. برضو اخواتنا المسيحيين برضو اكلهم معظمه بيبقى البطاطس والحاجات المقليه، مع انه النظام الغذائي اللي هم ماشيين عليه في صيامهم ده بيبقى صحي جدا، بس للاسف برضو ما بنمشيش عليه صح. فاحنا لو مشينا على صيام رمضان صح او الصيام النباتي الغذاء النباتي صح،
عمر ما هيحصل ارتفاعات في طيب. السكر لو مشينا على النظام صح زي ما حضرتك بتقولي او المانيوال زي ما بيتقال كده، طيب انا لازم اكسر صيامي على تمر، هل التمر بيرفع السكر؟ الحقيقه انه التمر من الفاكهه اللي احنا بننصح بيها مرضى السكر، لانه ده فيه الياف وفيه مغذيات دقيقه عاليه جدا، حديد، مضادات اكسده، يعني هو غذاء مليان مغذيات، مليان مغذيات. فان انا افطر، وعلى فكره هو التوصيات بتاعه الدار اللي هي يعني المنظمه المسؤوله عنها تدي توصيات رمضان للمسلمين في العالم، بتقول ان احنا نفطر ممكن على تمر وعلى كوبايه لبن. فدي من التوصيات الحلوه اللي يعني، وبعدين انت لما هتاخدهم هتستنى شويه، مثلا هنصلي المغرب هنستنى شويه وبعدين هنبدا ناكل الشوربه بتاعتنا والطبق بتاعنا. ولو رجعنا الاصل الموضوع هو سنه، وهي طبعا سنه جميله جدا جدا، لان انت بتدي، هو جسمك بيبقى متعرض لفتره، يعني احنا بنصوم 16 ساعه او اكتر، فال 16 ساعه دي اللي انت حارم نفسك ما بتدخلوش اي سعرات خالص، اول ما بتدخله حاجه جسمك بيبقى افيد، يعني اللي هو متشوق ليها قوي فبيمتصها كلها. فانت لما تدخله حاجه بسيطه وفي نفس الوقت فرحته ان فيها سكر، يعني بتلاقي انه خلاص يعني هو اخدها وارتاح كده وابتدى بقى يعني هيحرق طاقه بمعدل منتظم خلال الوقت. طب دكتور برضو نقطه ثانيه، حضرتك اتكلمتي فكره الحلويات ان بتبقى مشكلتها في السكر. صحيح. طيب لو حد هيستخدم في الحلويات دي هيعملها بالسكر الدايت؟ لا قوليش. لا برضو. انا هقول لحضرتك على حاجه، هو السكر الدايت هو فكرته ان هو مش بيمتص، فعشان كده ما بيعليش السكر، ولكن عندنا اذر سايد احنا مش واخدين بالنا منه، انه بيحسس الشخص بالطعم المحلي قوي. فانت بعد كده عمرك ما هتستسيغي الطعم العادي اللي هو مش محطوط عليه سكر. ودي نقطه خطيره خصوصا في الاطفال، يعني لو في الطفل عودتيه على الطعم المحلي من وهو صغير خلاص هو هيبقى طول عمره كريفنج زي ما بيقول، او يعني دايما عنده نهم كده انه ياكل حاجه طعمها حلو. صحيح. فهتلاقيه دايما بياكل معجنات حلويات و و دي نقطة. النقطة الثانية انه دايما المحليات الصناعية او السكر الدايت بتأثر على البيئة الداخلية في الامعاء، ودي دايما انا احب اقولها، لان احنا دلوقتي عندنا حاجة جديدة اسمها بروبيوتيك ومايكروبيوم، معرفش حضراتكم تعرفوها ولا ايه، دي بتحمينا من مرض السكر اصلا وبتحمينا من امراض كتيرة جدا. فان احنا نبوظ البكتيريا النافعة اللي عندنا في الامعاء بحاجات زي السكر الدايت والحاجات دي، ده بالعكس، ده احنا في الصيام برضو اخر دراسات بتقول ان هو بيحسن البيئة الداخلية للامعاء. احنا لما بنصوم 16 ساعة دول البكتيريا يعني النافعة بتزيد. السكر دايت اصلا يستحب، يعني انت ليك سكر طبيعي، سكر عادي تقدر تاخد معلقة او معلقتين من السكر العادي خلال يومك، اقسمهم بقى. فعايز تشرب حاجة حط نص معلقة، عايز تاخد حاجة ممكن تاخدها معلقة عسل بدل معلقة سكر، فانت ليك، مسموح لك. فيعني ما احناش عايزين نروح لحاجة صناعية طالما عندنا البديل الطبيعي. ده فيما يخص مرضى السكر تحديدا. لا، مرضى السكر وغير مرضى السكر اللي عندهم سمنه، اللي عندهم مقاومه انسولين، خصوصا مقاومه الانسولين بيبقى مرتبط معاها قوي موضوع السكر الصناعي ده بيزودها. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور منى عبد المطلب استشاري البطنه ورئيس وحده التغذيه بمعهد السكر، بنشكرك على كل هذه المعلومات، نورتينا في صباح الخير يا مصر. وانتم طيبين، ربنا يكرمك. شكرا لك يا دكتور، كل سنه وانت طيب. رمضان كريم، اهلا وسهلا. الله اكبر.